لا يعرف الجمهور الوجه الآخر للفنان خالد أرجنتش الذي اشتهر بدور السلطان سليمان. تعرفوا معنا على التفاصيل. انتقادات وجهت إلى الفنان التركي وصاحب الشعبية الكبيرة خالد أرجنتش. فقد نشرت صحيفة تركية أن زينب كوريل شقيقة زوجة أرجنتش الممثلة بيرغوزار كوريل كشفت عن وجهه الآخر، وأن أرجنتش يظهر للناس مختلفاً عن الحقيقة، وفي الواقع فهو ليس كذلك، واتهمته بممارسة العنف النفسي معها، وأنه كان دائم الصراخ فيها ويوبخها أمام الجميع. وأضافت أن النجم الشهير يبدو في الخارج رجلاً نبيلاً ولطيفاً، لكنه ليس كذلك. وسردت زينب بعض المواقف التي حدثت بينها وبين أرجنتش، ومنها أنه حين رزق بابنه البكر علي ذهب إلى المستشفى فصرخ فيها فجأة أمام الجميع وأشعرها بالخجل، وعندما زارتهم في أمريكا عنفها وشعرت بإيذاء نفسي، وكان ابنه علي معهم في السيارة وشعر بالخوف الشديد من والده حينها. كما نشرت الصحيفة نفسها نقلاً عن مصدر مقرب من النجم الشهير أن بيرغوزار زوجة أرجنتش التي تظهر في الإعلام بصورة الملاك قطعت المصروف عن ابن شقيقها الذي يدرس في الجامعة، وقالت لشقيقها إن عليها التركيز على عائلتها. وتساءلت الصحيفة لماذا تظهر بيرغوزار في مواقع التواصل الاجتماعي بصورة الملاك المساعد؟ وخالد أرجنتش ممثل تركي ولد في إسطنبول عام 1970، وأنهى دراسته الجامعية في تخصص العلوم البحرية عام 1989. دخل المجال الفني في عام تخرجه من خلال تخصص الأوبرا والباليه، وقدم أعمالاً لاقت نجاحاً. لاحقاً قدم عدداً من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية. كان لقاء الجمهور العربي لأول مرة مع خالد أرجنتش خلال مسلسل ويبقى الحب الذي حقق نجاحاً كبيراً في تركيا والعالم العربي عام 2008، وقام حينها بدور أنور الذي يشبه شخصية شهريار الذي لا يثق بالنساء. وبعدها شارك في مسلسل عليا، وشارك مع سونغول أودين وغانسو ديري بطولة فيلم العشق المر الذي عرض على القنوات العربية. وتزوج أرجنتش بالفنانة التركية بيرغوزار كوريل التي تعرف إليها في تصوير مسلسل ويبقى الحب، وقد عرض له المسلسل الذي لاقى العديد من النقد والنجاح القرن العظيم حريم السلطان، وقدم دور السلطان العاشر في تاريخ السلالة العثمانية السلطان سليمان القانوني.